عليك الدش اللي يحبها بس. لكن الفراعنه بحورهم واسعه قوي يعني، بحورهم واسعه قوي. بس مبدئيا اللي يقول السر ده ان يشوف اي حاجه في المتحف. والله انا الشغل بتاعنا ده شغل القيمه ده من زمان موجود، بس الدنيا بتاعته اللي هو صعب يعني تعليمه، مش اي حد ممكن يتعلمه، خصوصا نسبه التماثيل بالذات غير اي نوع من نوع القيمه. القيمه انواع كتير مش تماثيل بس، في طلياني، في قيمه فرنساوي، في دق بربري، في دق اسلامي، في قبطي، في كذا حاجه. القيمه هي النحت على الخشب ايا كان بقى النموذج بتاعها وايا كان نمطه. هي هوايه وحب يعني، اللي بيحب المجال ده الصنعه دي تديش اللي يحبها بس، ما تديش سريه غير اللي يحبها بس. الرن حد الحب ان هو يحبها. لكن في ناس كتير اشتغلت في القيمه بس تيجي ناحيه الفرعوني ما تقدرش تشتغل فيه. نسبه بتبقى شويه صعبه غير القيمه. القيمه معروفه الورده، الشكل بتاع الصدفه، الحاجات دي معروفه. اما التماثيل مش من السهل ان حد يعرف نسبها. والله انا مش دارس، بس الدنيا اللي انا بيبقى ايه تبادل دبل الخبرات يعني. بيجي لي ناس كتير من فنون جميله، فنون تطبيقيه وتربيه نوعيه، بيبقى ساعات في مشاريع السنه والكلام ده. بس الدنيا بتاعتي اللي انا زي شبه بديهم كورس في استخدام الدفر، في مسكه الازميل، وهو ما شاء الله يعني الطالب بيجي لي عينه متغذيه. لا انا حابب الفرعوني، الشغل الفرعوني نفسه ليه حب وليه رهبه للي بيصنعه واللي بيقتنيه. في حاجات كتير اعرف اسمائها، وفي حاجات كتير كراسي انا عملتها مالهاش اصل في المتحف يعني، كانت من وحي خيالنا. لان الفرعوني نفسه عباره عن قصه. الحته دي هو ظهر الكرسي بتاع عنخ امون. الكرسي ده بيتم كل نحته بنجمعه كله يدوي، ما بيخشش فيه ميكنه. اللي غاوي الحكايه دي بيبقى اهدافه غريبه يعني. مثلا انا عملنا قبل كده اوضه نوم فرعوني، عملنا عفش فيلا كله فرعوني، عملنا منه صالونات، عملنا ترابيزات، بحيث ان هي تبقى برضه واخده شكل الرفاهيه بتاعنا والحداثه والنسب بتاعتنا، وفي نفس الوقت فيها الشكل الفرعوني. انا ما افتكرش حكايه لعنه الفراعنه دي، لكن الفراعنه بحورهم واسعه قوي يعني، بحورهم واسعه قوي. بس مبدئيا اللي يقول السر ده ان يشوف اي حاجه في المتحف. الحته الاصليه لما بشوفها في المتحف او اشوفها وانا شغال فيها، لا الناس دي مبدعين، واحنا يا دوبك احنا بس بنقلد، بنعمل النسخه اللي مش الكوبي يعني، النسخه الصيني. الخدم بتوعي مش للدرجه دي يعني، مش هبقى ملك يعني. مش للدرجه دي. بس عامه انا عاشق العصر ده جدا، عاشق ان اكون فيه اي حاجه. بس حكايه ان عصر عمل تاريخ لغايه دلوقتي احنا بنتباهى بيه، لغايه دلوقتي احنا حاجات كتير لسه ما وصلناش. فالناس دي بقى من الاول عندنا في تماثيل بتيجي بالحجم الطبيعي، تيجي 2 متر و3 متر. فالحاجات دي كانت بالنسبه لنا كانت مجهود جامد، مجهود خرافي فيها. حتى العدد بتاعتنا كانت بتبقى ضخمه فيها اكتر من كده عشان نعرف نخلصها، وكانت بتاخد معانا وقت كبير ومجهود. اول حاجه اللي احنا بند اول اللي احنا مش حاجه لازم يكون منمقه قوي، فالدنيا بتاعتنا اللي كل الصنع الواحد لو سرح فيها هيبوظ الشغل. احنا صنعتنا الصنعه الوحيده اللي انت لو سرحت فيها انت اوكي شغال كويس.